لها 7 جسور و7 أبواب. لم تسقط في يد الاستعمار الفرنسي إلا بعد 7 سنوات من المقاومة. قسنطينة يكمن سرها في اسمها، تفردها في حبال جسورها الممتدة عبر قرون. يكثر أولياؤها الصالحون، وتحوم حول علو حبالها الغربان، ويرتبط كل مكان بحضارة وبأسطورة عبر الزمن. عاصمة للتاريخ ومجمع للأضداد. مدينة قسنطينة من المدن الجزائرية العريقة، يعني لها 1500 سنة قبل الميلاد، يعني موجودة قبل ميلاد المسيح، وهي مبنية كأنها قلعة. يعني أساس مدينة قسنطينة قلعة، لا يمكن الدخول إلى المدينة إلا من 7 أبواب، وهي مدينة سباعية. لكنها أيضا المدينة التي تشد إليها الرحال، مدينة جمعت بين العلم والأدب، أنجبت رائد الإصلاح الوطني عبد الحميد بن باديس، وانعكست شاعريتها في أدب كتابها وشعرائها. صديقتي التي لا أمل من الحديث إليها، نتخاصم نتصالح كما يجدر بصديقتين على قيد الوفاء. هذه المدينة التي يعد كل فصل من فصولها حكاية، قصة، رواية، ولكنها تبقى القصيدة المعلقة على الدوام. تنقسم المدينة القديمة إلى جزء علوي يسمى القصبة، وآخر سفلي يسمى السويقة. ممراتها الضيقة لا تنعكس على وجوه المارة، هم أكثر كرما وبشاشة مما يتوقع. كل ممر هنا يضيق ليتسع، ويظلم ليضيء في نهاية منعطفه. تخرج بعدها من باب يسمى هنا باب الجابية. احنا حاليا انا في باب الجابية، وين يعتبر هو باب من احد البيبان الموجودة في مدينة قسنطينة، وين يحد حي السويقة، وين يعتبر من اكبر الاحياء في المدينة القديمة. وفق زوايا التقاط الصورة تختلف القراءة، يطل جسر على جسر، ويضفي كل واحد على الآخر بعدا مختلفا.